والمستشار القانوني والاعلامي دكتور محمد شكري مهدي عضو مجلس النواب بلاد الصناعه. تمام. بالنسبه لحاله الوفاه بلغوني النهارده الناظر بلغني والدكتور حاج احمد بلغوني وفاه الزعيم خالد محي الدين. كان لكم مواقف معاه؟ خالد محي الدين هو اللي عمل كفر شوك بامانه الله والله العظيم، وخلى اسم كفر شوك معروف عند الناس كلها مش عندنا احنا بس، وعالميا يعني في كل حته، كنا بنروح اي حته كفر شوك بلد خالد محي الدين، وعمل خدمات فيها الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه والله العظيم، يعني الله يرحمه. الراجل الشيخ خالد محي الدين لما كنا نيجي مثلا ننزل الغيط انا وهو نقدر الموالح، انا مثلا يقول لي تقديرك ايه يا علو؟ اقول له يا ريس والله تقديري بيتين، يقول لي لا خلي في رأفة وفي رحمة عشان التاجر ياكل عيش من ورانا، يبقى خليها 80 85 ما نقولش 100. تمام. خلي بالك ومن ناحية الفلاحين في المؤجرين برضه كان عنده رأفة ورحمة. كان دايما يحب الفلاح المستأجر عنده في الأرض، ما كانش يعني يحمل عليه، يبقى في يقول لي لا لازم يبقى في رأفة، وكان يخاف على الفلاح وعلى اي عامل في الارض، وكان برضه الرجاله الفلاحين لما كانت تيجي تشتغل في الغيط يقول لي خليك برضه ايه يعني مباريهم شويه وميل لهم شويه. كان من 75 ده 4 كان بيعمل مؤتمرات هنا في السرايا دي؟ اول دوره كان 74 ايام الدكتور شرف. وعمل عيد 74 30 ما خدناش 2005 حتى الغيط 30. كان بيجيب ناس من قيادة الثورة هنا طول عمره والكلام ده. طب يعني كنت بتشوف شخصيات هنا كبيرة في البلد؟ كان عضو في الثورة 52، وكان عضو بتاع المعارضة بتاع حزب التجمع. أنا نسيبي كان مستفاد منه، واخد فدان كان بياكل ويشرب فيه لغاية ما هم طلعوه إن هو المؤجر ياخد وياخد وياخد. لا يا عم ما كانش مساهم، لا 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 لا. أكل ناس بجد عيش يعني، وخدم ناس كتير، وراجل كان راجل عضو مجلس الشعب كان في حزب المعارضة، وراجل راجل محترم يعني، وخدماته كانت كتير على الناس. ولا من ناحية إن هو راجل كان زعيم الحزب اليسار حزب التجمع، أصغر أصغر منه كتير، وهو كان أسرى الحياة السياسية في مصر برضه، وراجل من مع انه كان ناس من اغنى ناس موجودين في كفر شوك، لكن هو رحمه الله كان راجل حكيم وراجل محترم. انت لما عرفت خبر وفاته؟ والله احنا فوجئنا بالراجل ده، هو كان راجل اصلا قعد فتره هو مريض وما كانت اتقطعت اخباره، لكن هو كان راجل محترم وراجل من اكبر رجال موجود.